اهلا وسهلا بك. لو انت عايز تعرف اكتر عني، انا احمد الزهيري، خريج تربيه رياضيه ودارس اداره اعمال وسيرتيفايد بيرسونال ترينر. بقالي في المجال اكتر من 13 سنه، عامل اكتر من فوق ال 140 مشروع جم على مستوى الامارات، السعوديه، الكويت ومصر. ايه اللي انا بعمله؟ انا بقدم استشارات للناس اللي بتحب تستثمر في المجال الرياضي، عايزين يفتحوا جم بس مش عارفين يبداوا ازاي، مش عارفين يحطوا الدراسات ازاي، مش عارفين ان هم ايه الامكانيات اللي المفروض تكون متوفره معاهم عشان يفتحوا استثمار ناجح، وانا بقدر ان انا احطهم على الطريق الصحيح. لو انت عندك جيم او عندك استثمار في المجال الرياضي وعايز تعمله بشكل كويس، عايز تخطط له بشكل كويس وعايز توصل بيه بشكل احترافي، ما تترددش انك تتواصل معايا، وان شاء الله انا هقدم لك خدمه استشارات ممتازه ما شفتهاش في مكان تاني.